على السيد شوبر يستلم الكرة الماضية في المكان والوقت المناسب تماما في المحاولة قبل هذه المباراة. رفع رصيده إلى 21 نقطة، بينما الآن المحاولة هي خطيرة داخل منطقة الجزاء، أبعدت من أشرف وتسديده بعد ذلك من حسين سلمان، واستلام بعد ذلك تلعب من صالح عبد الحميد بشكل خاطئ، هي خطيرة وتتحول بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى بتسجيل الصفوف وبإشراك أيضا محمد المواس في أرضية الملعب، وتواجد الدوني أيضا هو الآخر في تشكيلة الرفاع الأساسية من هذه إلى الأمام. حكم اللقاء يعطي الأفضلية للمحرك لأوتشي في الجانب الأيمن، خطيرة أوه بشكل غريب على أوتشي، قادمة وكرة ثابتة الآن لمصلحة المحرك. صالح عبد الحميد يسد كرة مباشرة باتجاه المرمى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى. إلى الأمام خطيرة لأوتشي، أوه فعلا هذا هو أن تعطي المحرك أيضا التقدم في هذه المباراة. وصلت إلى الأمام، المحاولة مستمرة داخل منطقة الجزاء، الأول الأول يأتي لأوتشي، الثالثة ثابتة لهذا اللاعب، الثالثة ثابتة لهذا اللاعب، ويعطي الأفضلية الآن للمحرك بهدف رائع فعلا، هو عمل السهل اللي يأتي الآن لأوتشي، هي كانت كرة صعبة وبالتالي يعمل الصعب في مباراة كان يترقب منها المحرك الكثير فعلا. هذا هو جمهور المحرك يأتي بالفرحة في بداية الشوط الأول من هذه المباراة، فعلا هو عمل الصعب، كانت له محاولات سهلة، والأمر أيضا يعطي الأفضلية للسيد ضياء، لاحظ الكرة الخطيرة بشكل رائع من أوتشي، سجل من خلالها الهدف الأول لمصلحة المحرك وبالتالي إلى حسين سلمان. حسين يبحث عن لمسة، عادت إلى الجانب الأيسر مرة أخرى لمصلحة الرفاع، فيها تقدم فيها تسديدة، عادت مرة أخرى خطيرة مرت من جوار القائم، هذه المرة من محمد المواس وبعدت من حسين سلمان، عادت لفوزي، فوزي في انطلاقة، محاولة وإشارة لوجود خطأ، فعلا الإشارة لوجود صافرة وخطأ، والكرت الأصفر الأول يأتي على فوزي عايش. أحمد الصغير مرة ثانية بالنسبة للمحرك، محمود رينجو يحول كرة، كرة ما فيها راية ما فيها تسلل، الأمور سليمة تماما لمصلحة المحرك، هي خطيرة داخل منطقة الجزاء لفوزي، بعد ذلك خطيرة من رينجو، أبعدت الكرة إلى الأمام، كانت خطيرة لمصلحة المنتخب اليمني الآن، رفاعية في الجانب الأيمن، الرفاعي يقاتل إلى العودة إلى المباراة قبل الذهاب إلى غرف التبديل، لدينا 41 دقيقة، تسديدة وصلت إلى حارس المرمى أشرف حين، وصلت إلى الجانب الأيمن، المحاولة فيها تمريرة في الجهة اليمنى، ولكن قبل ذلك أحبائي الكرام صافرة نهاية الشوط الأول من هذه المباراة تنتهي في صافرة حكم. والرفاع هنا في 45 دقيقة القادمة من هذه المباراة، والتي يسعى من خلالها للحفاظ على الهدف أو زيادة الغلة، وهو الآن يبحث عن ذلك في بداية الشوط الثاني، محاولة من محمود عبد الرحمن اعتلت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. محمود يبحث عن تقدم، يعول عليه الجمهور الرفاعي كثيرا ويعول عليه أيضا الرفاعيون من خلال هذه المباراة، خصوصا وهي يواجه الغريم التقليدي من خلال هذه المباراة. الكرة عرضية جاءت من حسين سلمان، ماخذ له مكان للمواس، عادت لحسان، بعد ذلك تمريرة في الجانب الأيسر لحسين سلمان، ماخذ له كرة حسين، يسد كرة قوية خطيرة، يا سلام على الكرة الماضية، عادت مرة ثانية في الجانب الأيمن بشكل خاطئ، عادت للرفاع، هي خطيرة، البحث عن تقدم وتسديدة جاءت من محمود المواس، تحولت إلى خارج أرضية ميلادين، الغائب تماما عن الأداء، بل الرفاع هو بأكمله غائب تماما عن الأداء في هذه المباراة، محاولة لداود خطيرة، يا ساتر، مستمرة لسيد ضياء، لاعب مهاري يجيد الكرات أيضا في الأمام،
فيها إشارة وكرت أصفر الآن على فوزي، وقد يكون فيها كرت أحمر، قد يكون فيها كرت أحمر بداعي التمثيل. فوزي كان يمتلك في اعتقادي كرت أصفر، قد يكون يمتلك فعلا، هو يمتلك كرت أصفر من الشوط الأول، وبداعي التمثيل للمرة الثانية فوزي عايل. إلى راشد الدوسري، راشد حول كرته في المنتصف إلى الأمام الصغير للدوسري، تمريرة وبعد ذلك تسديدة من حسين علي وصلت إلى حارس المباراة إلى الأمام، لمسة إلى الأمام داخل منطقة الجزاء خطيرة، وصلت داخل منطقة الجزاء وحولها حارس المرمى بشكل رائع. يحول كرة لحسين سلمان، حسين من طلاقة إلى داخل منطقة الجزاء، خلفية لميلادين فيها تسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الناري المتواجد في المنطقة الشرقية الآن، أوتشيه الثاني، ضاعت على أوتشيه، فوز عايش. بينما الآن لدينا كرة ثابتة، حسين علي يحول كرة عالية وصلت إلى سير شبر بدوره، يحول كرة لحسين سلمان، يحول كرة لحسين سلمان في المنتصف لميلادين، فعلا هو الافضل الان، ينشط ويحاصر مرمى المحرك في الشوط الثاني من المباراه. حسين سلمان هي خطيره، مرت فرصه الرفاح مبارك. عبد الله يحول كره سريعه الى الامام، كره ما فيها رايه لمصحه الرفاح، فيها انطلاقه من جانب الدوني، هي خطيره داخل منطقه الجزاء، عادت انطلاقه وتبعد وتتحول الى خارج ارضيه الملعب. لمسه في الجانب الايسر وصلت إلى المواس، يبحث عن تقدم المواس بكرة الآن خطيرة فيها تسديدة وصلت إلى حارس المرمى، يسعى جاهدا إلى الحفاظ على هذا الهدف الوحيد في الشوط الثاني من المباراة. وصلت إلى الأمام، محاولة فيها تسديدة إلى حارس المرمى، أشرف وحيد يستلم الكرة بالشكل السليم، محاولة في الجانب الأيسر، فعلا خطأ تكتيكي حاضر، ولكن قبل الخطأ الماضي صافرة حكم اللقاء جميل جمعة تنهي أمور هذه المباراة أحبائي الكرام، وأيضا تضع المحرك بالحصول على الثلاث نقاط.